بتحب جديد ولبسة الدبلة في إيديها اليمين، فتحت صفحة جديدة بعد ما رجعت للفن. حقيقة جواز حلا شيحة بعد انفصالها عن معز مسعود. جدل كبير أثرته الفنانة حلا شيحة الساعات الأخيرة بعد ظهورها بدبلة جديدة بعد فترة من انفصالها عن الداعية معز مسعود، وده اللي خلى عدد كبير من المتابعين يتوقعوا إن حلا ارتبطت بعد انفصالها عنه. فيا ترى إيه الحقيقة ومين هو الشخص الجديد اللي ارتبطت بيه حلا شيحة؟ البداية كانت مع صورة جديدة نشرتها الفنانة حلا شيحة على ستوري حسابها على إنستجرام، ظهرت وهي لابسة خاتم شبه الدبلة في إيديها اليمين. طبعا الصورة عملت جدل كبير بين المتابعين والجمهور، واللي توقعوا إن حلا ارتبطت خلاص بعد انفصالها عن معز وكمان بتستعد لجوازها، لكنها مش حابة تعلن للجمهور في الوقت الحالي. طبعا بعد الجدل اللي حصل قررت حلا تمسح الصورة اللي نشرتها واكتفت بالسكوت من غير أي نفي أو تأكيد. أما والدها فقرر إنه يطلع يرد عنها وأكد إن الخاتم اللي لابساه في إيديها خاتم عادي ومش دبلة ولا حاجة، وإن كل الأخبار اللي انتشرت عن جوازها مجرد إشاعات وملهاش أي أساس من الصحة، وإن حلا حاليا مركزة في التمثيل ومع أولادها بس، ولما تقرر الجواز أكيد هتعلن للجمهور. وأكد كمان إن الإشاعات بتظهر كل فترة على بنته حلا من وقت انفصالها عن معز مسعود ورجوعها للساحة الفنية، لكنها ما بتهتمش ترد عليها ومركزة في حياتها الفنية وولادها وبس. وبعد تصريحات والد حلا تكون اتأكدت الأخبار الخاصة بانفصالها عن الداعية معز مسعود، واللي انتشرت أخبار عن انفصالهم عن بعض من حوالي سنة، رغم إن الاتنين ما أعلنوش عن الخبر رسمياً، لكن حلا قررت من وقتها تقلع الحجاب وتقرر ترجع للفن مرة تانية بعد ما قدمت اعتذار للفنانين بالذات بعد هجومها على الفن بعد جوازها من معز مسعود، وقالت شكراً للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية، شكراً للدكتور أشرف زكي، أنا مريت بأربع سنين في حياتي كانوا صعبين عليا جداً، لكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مريت بيها اتعلمت كتير، متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايما، بعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي، أنا ما قصدتش إني أهين أو أضايق حد، بتمنى الخير للناس كلها. وفعلا رجعت حلا للوسط الفني ومثلت إمبراطورية ميم مع الفنان خالد النبوي، وحاليا بتستعد إنها تشارك في أعمال فنية تانية وكمان مركزة مع أولادها. أما مسألة الارتباط والجواز فالظاهر إن حلا لسه ما تخطتش انفصالها عن الداعية معز مسعود ومش مستعدة ترتبط حاليا، رغم كل الإشاعات اللي بتطلع عليها بأنها اتجوزت واتخطبت. فيا ترى في حد فعلا في حياة حلا ولا دي مجرد إشاعات مش أكتر؟